الإمارات اتهمت الجيش الوطني بالإرهاب، وقالت إنها قصفت ميليشيا إرهابية، وتؤكد على حقها بالقصف مجدداً. لماذا لم تتخذ الشرعية أي موقف إزاء ذلك؟ وهل أصبحت استعادة عدن من قبضة الانتقال تشكل تهديداً لقوات التحالف العربي؟ أهلا بكم. أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة، بررت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة قصفها الجيش الوطني بأنها قصفت ميليشيات إرهابية، وتؤكد على حق الإمارات في الرد على التهديدات الإرهابية ضد قوات التحالف العربي، وتهدد مجددا بقصف الجيش الوطني. فلماذا تصمت الشرعية إزاء هذه الانتهاكات السافرة للسيادة الوطنية ولبلد بحجم اليمن؟ وهل أصبحت استعادة عدن من قبضة الانتقال المدعوم إماراتيا يشكل تهديدا لقوات التحالف العربي؟ والأهم من كل هذا، لماذا لم تعقب الشرعية أو تتخذ أي موقف من هذه الجرأة الإماراتية أمام المجتمع الدولي؟ إلى متى تستمر حالة الاستلاب في القرار السيادي لليمن؟ سقطت عدن وصنعاء وعقبتها عدن، وتشهد البلد انقسامات حادة فيما يعيش الرئيس هادي وشرعيته عزلة اختيارية، تاركين البلد على كف الأخطار. تتأسف دولة الإمارات وترفض ادعاءات ممثل اليمن بشأن خلافات وانقسامات لا ترى دولة الإمارات نفسها طرفا فيها. أمام مجلس الأمن تقول ممثلة دولة الإمارات إن أبو ظبي لا ترى نفسها طرفاً في حادثة انقلاب المجلس الانتقالي بعدن وما تلاها من أحداث، وترفض اتهامات وزير الخارجية اليمني لها بقصف قوات الحكومة ورعاية الانقلاب، لكنها وفي الكلمة ذاتها عادت لتبرر ذلك القصف بأنه كان ضد قوات إرهابية، مما استدعى استهداف الميليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة وفقاً لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني. هؤلاء الجنود يصفهم ممثل دولتهم في مجلس الأمن بأنهم جيش الحكومة الشرعية، تصفهم الإمارات بأنهم إرهابيون من حقها قصفهم دفاعاً عن مصالحها، في مشهد يبدو أقرب للكوميديا الدبلوماسية منه إلى الموقف الرسمي. لم يأتي الحضرمي بجديد في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي كان ينتظر منه موقف أفضل من ذلك، فتحمل الإمارات مسؤولية قصف الجيش ورعاية انقلاب عدن سبق وأن صرحت به الحكومة الشرعية في بيانات رسمية، بينما كان ينتظر اليمنيون أن تضع الشرعية مجلس الأمن أمام مسؤوليته القانونية في حماية اليمن من تغول التحالف نفسه واختطافه القرار اليمني وإنهاء دور الإمارات كليا في اليمن. تقول السعودية أنها تعمل على احتواء تداعيات انقلاب عدن وإصلاح العلاقة بين الشرعية والإمارات، وفي الغالب يكون هذا الإصلاح على حساب سلطة الحكومة وسيادة قرارها، والمستغرب هنا هو استمرار الشرعية في التعويل على هذا الدور وعدم تفعيل أدواتها لمواجهة خطر يهدد مصيرها ومصير البلد برمته. بعد أسابيع من حدوثه لم يعد انقلاب عدن محل اهتمام الرئيس هادي والحكومة الشرعية، حتى الرياض التي سبق وأن أمهلت الانتقالي 48 ساعة للانسحاب من عدن أصبحت صامتة تماما، وهو ما يؤكد أن كل ما حدث كان رغبة سعودية منذ البداية. تسقط مدن الدولة تباعا وتنكسر رايات الشرعية جولة تلو أخرى، وأمام كل ذلك تقف الشرعية بكل سلطاتها وقواها السياسية مكتوفة الأيدي وكأن الأمر لا يعنيها أو كأنها معفية عما سيترتب عليه اليوم أو في المستقبل. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سيكون معنا هنا في الاستوديو المحلل السياسي ياسين التميمي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك يا أخت آسيا ومساء مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك. إذن أستاذ ياسين، كيف تابعت خطاب مندوبة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كان رد على ما جاء في كلمة وزير الخارجية، وكان ردا وقحا في حقيقة الأمر، وكان يتضمن العبارة نفسها التي تضمنها يعني بيان وزارة الخارجية في 29 أغسطس الماضي، نفس العبارات نفس المبررات،
ونفس الإصرار على إلحاق الأذى بالسلطة الشرعية وعلى تدشين مرحلة جديدة من المواجهة هذه المرة مع السلطة الشرعية على خلفية طبعا موقف إماراتي عدائي من السلطة الشرعية ومن الأجندة التي تحملها أو تعبر عنها السلطة الشرعية ومن الجيش الوطني الذي يعني بات واضح أن الإمارات حاصرته طيلة الفترة الماضية ووجهت له ضربات قاتلة وكانت تسمى ضربات خاطئة. اليوم أظهرت لماذا كانت تلحق الأذى بالجيش الوطني ولا تزال تلحق الأذى بالجيش الوطني وحرصت على إبقائه في حالة استنزاف في معظم الجبهات في حقيقة الأمر، منعت ضغطت على السعودية لمنع تموين هذا الجيش وتزويده بالأسلحة النوعية وحتى المرتبات، وتورطت في عمليات قصف مباشر لهذه القوات في المعارك الحاسمة. وبعض هذه العمليات عملية القصف تمت يعني بشكل يعني مستفز، وكان الهدف منه بشكل واضح وصريح هو يعني نصف أي محاولة لإنشاء الجيش الوطني، كما رأينا في معسكر العبر. معسكر العبر معروف أين هو، يعني المقربة من حدود السعودية، لا توجد قوات الحوثيين ولا الإنقلابيين في ذلك الوقت، ومع ذلك قامت الطائرات الإماراتية بقصف هذا المعسكر اعتقادا منها أن هذا المعسكر يعتبر حامل أمني وعسكري لمشروع التغيير. الخطورة فيما تقوله الإمارات سواء عن طريق ممثلتها في مجلس الأمن أو وهي كررت ما كما قلت لك ما صدر من بيان وزارة الخارجية أو ما يحاول قرقاش طرحه وكل المسؤولين الإماراتيين هو أنهم اليوم باتوا في حالة مواجهة يعني مباشرة مع الجيش الوطني، وأنهم لا يريدون لهذا الجيش الوطني أن يكون لاعبا أساسيا في المستقبل. لماذا؟ لأن المخطط الإماراتي السعودي يقوم على فكرة خوض معارك بقوات تعمل لحساب الإمارات وتعمل لحساب المملكة العربية السعودية وتنتهي إلى شيء. هذه القوات يعني لا تكون السعودية ولا الإمارات ملزمة تجاهها بأي شيء. أيضا هذه القوات بالإمكان أن توجه في عمليات عسكرية لا قانونية وضد إرادة الدولة، وهذه القوات بطبيعة الحال لأنها تتسلم مرتباتها من الإمارات السعودية ولأنها تتلقى تدريبات على يد عسكريين سعوديين وإماراتيين ولأنها مرتبطة بأجندة لا علاقة لها لا بالمشروع الوطني ولا بالحكومة ولا بالشرعية، فهي قوات ستعمل كل ما هو قبيح وسيء ومضاد للمصلحة اليمنية. لهذا ما هي ضمانة المشروع الوطني؟ ضمانة المشروع الوطني هو الموقف الحازم والقوي جدا من جانب السلطة الشرعية، وهذا الموقف يستهدف اليوم بشكل كبير جدا من خلال استهداف الوزراء والقيادات البارزة في الدولة التي تتبنى هذا المشروع وتعبر عنه بصراحة وتواجه الإمارات وتعتبرها دولة مارقة وتعتبرها دولة يعني في مواجهة دولة معادية. ايضا الضامن الاخر وهو الجيش الوطني. الجيش الوطني اليوم تبين انه مستهدف من الامارات كما هو مستهدف من السعوديه. الاشكاليه استاذ ياسين يعني ان هناك يعني ليس فقط تم استهدافه، هناك تهديد علني امام المجتمع الدولي باستمرار هذا القصف بوصفه يعني بوصف الجيش بانه جماعات ارهابيه، والشرعيه لم تحرك ساكن امام هذا الاعلان الواضح. هو في الواقع الشرعيه تحركت ضمن المساحه المتاحه لها. الشرعيه بقياداتها ورموزها ارتكبت الخطأ الأكبر منذ البداية. أولا عندما أطلقت العنان للسعودية والإمارات لتتصرف كما يحلو لهما في معركة اليمن، وهذا كان يعكس أيضا نوايا سيئة لدى القيادات في ذات المستويات العليا في الدولة التي كانت تعتقد أن بإمكانها أن تصل لأهدافها السياسية على حساب أطراف أخرى، وبالتالي هذا يتطلب منح الإماراتيين والسعوديين فرصة لتصفية حساباتها مع هذه الأطراف. اليوم تبين أنه لا طرف في اليمن يحمل المشروع الوطني أو يعتبر نفسه جزء من هذا المشروع الوطني إلا وهو مستهدف. اليوم الرئيس عبد الرب منصور هادي مستهدف، نائبه مستهدف، رئيس الوزراء وكل الوزراء، يعني كل مسؤول في الحكومة اليمنية يظهر موقفا وطنيا أو ينحاز بشكل أو بآخر يعتبر في نظر المملكة العربية السعودية والإمارات يعني طرفا غير مرغوب فيه وهدف قادم، يعني إما بالإقصاء أو بالعزل أو بإبقائه خارج نطاق التأثير وخارج الجغرافية اليمنية.
غلط هذه السلطة الشرعية أنها سلمت أوراقها كاملة لهذا التحالف. أخطأت هذه السلطة الشرعية عندما أبقت عندما أطالت إقامتها في الرياض ولم تذهب إلى الأراضي اليمنية وتقوم بمهمتها في داخل الأراضي اليمنية، لأنها لم تخلق صعوبات منذ وقت مبكر أمام هذا التحالف، لأنها لم تردع هذا التحالف. اليوم ليس أمامها إلا أن تتحرك ضمن المساحة المحدودة جدا. يعني تعقيبا على نقطة وصف الجيش بأنه إرهابي، يعني أنتقل بداية دعني للحديث مع الناشط السياسي والإماراتي جاسم الشامسي عبر الهاتف من إسطنبول. مساء الخير أستاذ جاسم. حياك الله أختي. أهلا بك. إذن الإمارات تعلن عن موقفها المعادي للجيش الوطني وتصفه بأنه جماعات إرهابية وتهدد بقصفه مجددا، برأيك لما تصر الإمارات على استعداء الشعب اليمني بهذا الشكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا. الإمارات تعيش حالة التيه والضياع في السياسة وفي الجوانب الحقوقية وجميع الجوانب الآن التي تعيشها الإمارات، ناتجة عن غياب الرؤية السياسية الحقيقية. بدأت الإمارات بالتدخل باليمن عبر عاصمة الحزم، وهي تقول للجميع أنها تدعم الشرعية وأنها أيضا تطهر صنعاء من الحوثيين والاحتلال الحوثي والدعم الإيراني، لكن الحقيقة انقلبت الآن وأصبحت الإمارات تسعى إلى تقسيم اليمن، تقزيم اليمن، مد الميليشيات العميلة لها التي تريد أن تفتت اليمن وتقتل اليمنيين وتضيع حقوق الإنسان في اليمن. وبالتالي عندما أراد الشعب اليمني أن يكون له دور واضح واستقلال وإرادة سياسية وحرية شعبية، وأيضا هناك جزء من اليمنيين الذين يريدون أن يدافعون عن حقوق الشعب اليمني بحرية، لم يرضي ذلك القيادة الإماراتية التي تسعى إلى تقسيم اليمن وتسعى إلى إنشاء بعض الميليشيات التي تحارب أول شيء الإرادة الشعبية، ثم تحارب وتواجه الاتجاه الإسلامي أو تجمع الإسلاميين أو تجمع الإصلاح الموجود في اليمن. لذلك الثقافة الإماراتية والتي يحكم الإمارات شيئين الآن، هي أول شيء منع حريات الشعوب العربية، ثم مواجهة التيارات الإسلامية السنية المعتدلة، وهي ترى في حقيقة الأمر أن الحوثيين أقل خطرا عليها وأن الاستبداد في اليمن أقل خطر عليها، وبالتالي تسعى إلى تقسيم اليمن وإلى مد اليمن بمجموعة من الميليشيات التي تخنق وتقتل اليمنيين ولا تسعى إلى تحرير اليمن. الحقيقة أن هناك كذب وزيف بالتدخل اليمني، وهناك إرادة سياسية خفية غير التي يتم يعني بثها عبر الإعلام الرسمي أو القنوات الفضائية التي ترجع إلى هذا التمويل الإماراتي. الحقيقة أن الإرادة الإماراتية والسياسة الإماراتية تقول محمد بن زايد هي تعمل على تفتيت اليمن ومنع اليمن الشعب اليمني أن يأخذ حريته. ما هي مكاسبها من ذلك؟ يعني إلى ماذا تسعى بالضبط أن تصف الجيش بأنه إرهاب وتعمل على تفتيت اليمن بهذا الشكل؟ أختي الفاضلة، الذي يحدث في اليمن حدث في ليبيا وحدث في مصر وحدث في سوريا وحدث في تونس، هو عبارة عن طبق الأصل للتدخل الإماراتي. كل ما يمكن هناك أن يكون إرادة شعبية، كل ما يمكن هناك توجه إلى حد ما إسلامي هو عدو للقيادة الإماراتية. وبالتالي عندما أصبحت الحكومة الشرعية مجموعة من الثوار اليمنيين يريدون أن يكون هناك استقلال وإرادة سياسية، وعندما تم فضحهم بالأمم المتحدة أن الإمارات تدعم الميليشيات التي تعمل على تقسيم اليمن، وهذه الميليشيات تريد هي ميليشيات حقيقه ميليشيات انفصاليه وعدوانيه للشعب اليمني، لان الشعب اليمني بشكل عام يريد الاتحاد، وعندما ضحى الشعب اليمني من اجل هذه الوحده لم يضحي مجرد تضحيه عابه، ولكن هو عنده قناعه سياسيه وقناعه واراده شعبيه ان الاتحاد اليمني ان الوحده اليمنيه الافضل. لكن عندما كان هناك الحكومه الشرعيه ارادت ان تستقل برايها وأن تخرج للعيان وأن تخرج للعيان الحقيقة في الوضع اليمني، هنا أصبح الوضع مربك بالنسبة للإمارات، وأصبح أنها أن الميليشيات الانفصالية لها حق
كما للحكومة الشرعية حق، حينما هذه الحكومة الشرعية تريد أن تكون لها رأي آخر ورأي وإرادة مستقلة غير التي تريد القيادة الإماراتية. هي الحقيقة الأخت الفاضلة، وكل ما يمكن أن يكون كان في اليمن أو في مصر أو في ليبيا ومصر يمكن أن يكون في ليبيا، لأن القيادة واحدة والفكرة الإيديولوجية التي يقودها النظام الإماراتي هو العداوة، العداء لإرادة الشعوب العربية، ثم بعد ذلك للتوجه الإسلامي المعتدل الذي يحكم بعض الدول والتي له قبول فيها عند الشعوب العربية. نعم، كمراقب أستاذ جاسم، كيف تقيم صمت الشرعية من إعلان الإمارات هذا ومن تجاوزها الدائم؟ الحكومة الشرعية للأسف بين المطرقة والسندان. الخطأ الاستراتيجي الذي تعيش للحكومة الشرعية أنها تجلس وأنها تقعد للأسف في حظر الخصم. حقيقة وجودها في السعودية في الرياض تحت الإرادة السعودية، وهناك يعني بعض التوجيهات والخطوط الحمر التي تراها الحكومة السعودية، بالتالي يعني أصبحت إلى حد ما القيادة السياسية موجهة. الحل الصحيح والأفضل لهذه القيادة اليمنية الشرعية أن يكون لها استقلالية، أن تعيش في اليمن، أن يكون لها قرب من الشعب اليمني كما هو في ليبيا وكما هو في بعض الدول التي تريد أن تكون لها إرادة مستقلة. يجب أن تخرج من القمقم، يجب أن تخرج من قبض التحالف العربي الذي يوجه السياسة، بالتالي يعني حركة هذه الحكومة الشرعية مقننة وفق التوجهات الخارجية وليس توجهات الشعب اليمني. نعم، إذن ما هو مصير الجنوب وفق معطياتك حتى اللحظة؟ رأينا ذلك واضحا بالشعب اليمني. الشعب اليمني لا يريد الانفصال، لا يريد أن يكون هناك تفرق بين اليمنيين، ويعرف الشعب اليمني حقيقة الوضع، ويعرف أن هاني بريك وغيرهم هؤلاء الجماعة مجرد عملاء ومرتزقة يعيشون على الدعم الإماراتي، وأن هؤلاء لا يريدون للشعب اليمني أن يكون حرا مستقلا، ولا إنما يريدون أن يرجعون الشعب اليمني إلى حكم العسكر وإلى الاستبداد وإلى انتزاع حقوق الإنسان. وبالتالي أنا أرى في قناعتي أن الشعب اليمني لن يترك مجال للحكومة الإمارات وغيرها من دول مستبدة أن تؤثر عليه خلال الفترة القادمة، فبالعكس سينقلب السحر على الساحر في القريب العاجل إن شاء الله. نعم، إذن شكرا جزيلا لك جاسم الشامسي، كنت الناشط السياسي والإماراتي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. وعودة إليك أستاذ ياسين. إذن أستاذ ياسين، وصف الجيش الوطني من قبل الإمارات بأنه ميليشيا إرهابية تم ضربه بضربات جوية محددة وفقا لقواعد الاشتباك كما قالت مندوبة الإمارات. برأيك ما هو تأثير وصف الجيش الوطني بالإرهاب أمام المجتمع الدولي؟ طبعا الإمارات هي تحسن انتقاء العبارات والتوصيفات التي تتفق مع الخطاب السائد ومع نظرة المجتمع الدولي لما يدور داخل اليمن، ودائما هناك هيمنة للموضوع الأمني وإشكالية يعني الأزمة والحرب في اليمن أنها حصرت في إطار النظرة الأمنية التي جعلت اليمن مجرد مساحة للأنشطة الإرهابية، وبالتالي كل هذه الكوارث التي يواجهها الشعب اليمني من انقلاب وعدوان من قبل ميليشيا الحوثي والهجمات الطيران، كل هذه العمليات الإجرامية التخريبية العدوانية التي يتعرض لها الشعب اليمني كلها بالنسبة للمجتمع الدولي هي على هامش الأنشطة الإرهابية الخطيرة في نظرهم. فالإمارات تأتي من هذا الباب لأنها لا تستطيع ولن تجد أي مبرر آخر لقيامها بضرب الجيش الوطني إلا من حيث وصفه بأنه يعني يشتمل على عناصر إرهابية أو أنه هو الجيش الوطني مثل عناصر إرهابية. هذا يؤشر لبداية مرحلة بالغة التعقيد في العلاقة بين الإمارات من جهة والسلطة الشرعية من جهة أخرى، وهذا يعني أن خيارات السلطة الشرعية في التعاطي مع الإمارات باتت محدودة للغاية. إما أنها تعلم بشكل صريح وواضح بأن النشاط الإماراتي بات يندرج ضمن الأنشطة العدوانية المعطلة لعملية استعادة الدولة، وهي عملية بطبيعة الحال مكفولة من قبل المجتمع الدولي،
تمضي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، وهناك لائحة عقوبات، وهناك أطراف تتعرض للعقوبات لأنها وصفت بأنها معرقلة. الإمارات توصف اليوم بأنها أحد الأطراف التي تعرقل عملية استعادة الدولة وتستهدف السلطة الشرعية، وبالتالي لا مكان لها. لكن الإمارات سارعت إلى إعادة توصيف نفسها باعتبارها حليف ملحق بالتدخل العسكري السعودي، إلى جانب أنها حليف شريك في المهمة الأمريكية الموجهة لمحاربة الإرهاب. وهناك خطاب سياسي وإعلامي دائما يحاول أن يكرس فكرة أن الإرهاب لا زال موجودا ولا زال قائما، حتى أنهم استدعوا في المرة الأخيرة إحدى محررات صحيفة الجارديان البريطانية، زارت عدن والتقت قيادات في المجلس الانتقالي الانفصالي العميل للإمارات. هؤلاء العملاء لم ينجحوا في إقناع هذه الصحفية بأنهم والإمارات يحاربون الإرهاب، فخرجت بتقرير جاء بنتائج معاكسة تماما. واستنتجت هذه الكاتبة لأنها تتصرف وفق تقاليد المهنية، قالت بأن الإمارات تستعين بشكل صريح وواضح بعناصر القاعدة وعناصر داعش في عملياتها العسكرية الأخيرة في الجنوب، وأن مسألة سيطرة الانتقال على عدن فتح الباب واسعا لنشاط الجماعات الإرهابية في عدن. تتمحور المسألة بشكل أساسي حول قضية الإرهاب، يريدون أن يصرفوا الأنظار عن الاستحقاق الأساسي. في نهاية المطاف هناك عملية سياسية، وهناك وهذه العملية تخضع لإشراف دولي، وهناك مبعوث أممي، والمهمة واضحة، وإنهاء الحرب واستعادة السلام ووضع الأطراف اليمنية على قطار السلام، وبحيث أنه تستعين أو تستأنف هذه الأطراف عملية سياسية تنتهي إلى نهاية واضحة ومحددة، آليات سياسية ديمقراطية تنهي الحرب وتتم تحت مظلة الجمهورية اليمنية والوحدة اليمنية وسلامة التراب الوطني. ما يدور اليوم يريدون من خلال هذا الخطاب السياسي والإعلامي أن يصرفوا الأنظار عن المهمة الأساسية، وهي أن هناك انقلاب، وهناك انقلاب آخر دعمته الإمارات في الجنوب يهدد كيان الدولة اليمنية ويقوض نفوذ السلطة الشرعية. هؤلاء لا يريدون أن يتحدثوا عن هذا تماما، بل أنهم لا يريدون حتى أن يحدثوا مقاربة مع مفاهيم مثل الديمقراطية والانتخابات والأحزاب والتعددية. هذه أمور يعني تعتبر يعني مفاهيم مرفوضة ومستهجنة في القاموس السياسي للسعودية والإمارات. نعم، إذن ماذا عن خطاب وزير الخارجية محمد الحضرمي؟ هل وجدته يليق بالحدث وبمستواه؟ طبعا هو ما كانت يعني في نهاية المطاف يعني ليس جديدا، لكنه جاء يعني المناسبة الزمانية والمكانية أعطته بعدا وأهمية استثنائية. فهناك محفل دولي اسمه الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السنوي، وهذا المحفل يشارك فيه زعماء وقادة دول العالم. هؤلاء القادة الذين حضروا الجلسة التي ألقي فيها هذا الخطاب سمعوا بأذانهم ورأوا بأعينهم وزيرا للخارجية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا يقول إن الإمارات يعني باتت طرفا معاديا للجمهورية اليمنية، وأنها استخدمت طيرانها الحربي في قصف الجيش الوطني، وبأنها تتهم هذا الجيش الوطني بأنه إرهابي إلى آخره، ويستنكر ويضع المجتمع الدولي أمام تصور آخر حول طبيعة ما يجري. ولهذا حرصت الإمارات على أن يكون لها رد، وهذا الرد هو تكرار لبيان وزارة الخارجية، ومن خلاله يعني لعبت على أو دقت على وتر الإرهاب واحتفظت بحقها في الدفاع. يعني قالت أن التحالف يحتفظ بحقه في الدفاع عن نفسه. إذن التحالف اليوم انتقل من يعني قوة مساندة للسلطة الشرعية في مواجهة عناصر يعني إجرامية تتمثل في الإنقلابيين الحوثيين في شمال البلاد، تحولت اليوم إلى قوة تفترض أن السلطة الشرعية يعني طرف ممكن أن يأتي منه عمل عدائي ضد هذا التحالف. إذن في كلمة عفوا مندوبة الإمارات هي جاءت يعني تأكيدا لما ورد في البيان كما ذكرت، لما لم يستغل ما ورد في البيان أمام
اللجنة العمومية، يعني هناك من يجد أن الحضرمي قلل من قضية استهداف السيادة الوطنية والجيش الوطني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يطالب باتخاذ موقف واضح وصريح من اعتداء الإمارات السابر. هو طبعا يعني نعود ونقول أن السلطة الشرعية الحالية تتصرف ضمن المساحة المتاحة، يعني هو في نهاية المطاف يعبر عن رأي الرئيس ورأي الحكومة، الرئيس والحكومة متواجدون في الرياض، وهذا هو السقف المسموح لهم بالحديث تحته ولا يتجاوزونه. يعني المطالبة بطرد الإمارات غير واردة في قاموس المملكة العربية السعودية. لهذا الخطورة اليوم ليس فيما تصرح به الإمارات العربية المتحدة، الخطورة فيما ترتبه السعودية لإضفاء المزيد من المشروعية والقانونية للجرائم التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة. الإمارات هي ليست عربية، يعني حتى الأغلبية لا يتحدثون العربية في الإمارات، يعني لكن نحن نذكر الاسم الرسمي، لكن هي لم تعد عربية حتى ولم تعد إسلامية، هذه دولة بلا قيم بلا مبادئ قادتها، وأعتقد أن هناك ثقافة عامة باتت اليوم تتبنى مواقف عدائية ضد كل ما هو أخلاقي وقيمي في 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 عالمنا. يعني السعودية للأسف الشديد، يعني اليوم الإمارات تقصف الجيش الوطني وتدعم انقلابا ضد السلطة الشرعية في عدن، تسعى حثيثا منذ بداية تدخلها العسكري إلى جانب العربية السعودية إلى إيجاد فاصل، يعني إلى استعادة الفاصل التاريخي، لا أقصد الفاصل التاريخي، لاستعادة الحدود الشاطرية التي رسمتها بريطانيا من جديد وكيفت حربها في هذه المناطق على هذا الأساس، وقامت بإنشاء تشكيلات عسكرية معادية للسلطة الشرعية وللوحدة اليمنية وللثوابت الوطنية، ومع ذلك السعودية بإزاء هذه الجرائم يعني تقوم بالتأطير والتشريع لهذه الجرائم من خلال دعوة الأطراف إلى حوار في جدة. تخيلوا أن الإمارات تقول أن هناك صراع داخلي، الإمارات ليست طرفا فيه، من الذي أنشأ هذا الطرف الداخلي في الجنوب؟ من أين أتى هذا المجلس الانتقالي؟ يعني حتى الأطراف انسحبت نفسها تماما، يعني القوى الحراكية التقليدية التي واجهت نظام علي عبد الله صالح وواجهت حتى وتبنت مواقف سلبيه من النظام الانتقالي برئاسه عبد الرحمن منصور هادي، بات يعني رشدت مواقفها امام هذا الاسفاف، امام هذا الارتهان، امام هذه العماله التي اظهرها المجلس الانتقالي، هذه النبته الشيطانيه التي زرعتها الامارات في عدن وتعهدتها وزودتها بكل وسائل القوه، يعني ال- 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 الاحزمه، النخب، الأجهزة الأمنية، الأسلحة الحديثة، ثم سخرت الأباتشي والطيران الحربي لدعم هذا المجلس الانتقالي. ومع ذلك في أول مواجهة مع الجيش الوطني تلاشت هذه القوات وتلاشى المجلس الانتقالي، لولا أن تورطت الإمارات بشكل مباشر في مواجهة الشرعية ومواجهة الجيش الشرعية. يعني في الوقت الذي سجلت فيه الإمارات هذا الموقف، هي صحيح أنها أوجعت الجيش الوطني، منعت تقدمه باتجاه عدن، لكن هذا عرى موقف التحالف العربي ودفع السعودية إلى تبني مواقف مراوغة لا أخلاقية، حتى عندما دعت إلى اجتماع جدة وإلى حوار جدة لكي وأبقت على نعم، ولكن في نهاية الأمر أبقت على كل شيء على ما هو أنشأت خط هدنة، أنشأت خط هدنة بين الأطراف المتصارعة. ولكن اسمح لنا بإشراك أيضا سمية الثور مسؤول الملف السياسي بشبكة نساء من أجل اليمن عبر سكايب من برلين. مساء الخير أستاذة سمية. مساء النور، أهلا فيك يا آسيا. أهلا بك أستاذة سمية. إذا تابعتي كلمتي مندوبي اليمن والإمارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف وجدتي مستوى الخطابين بشكل عام؟ الخطاب اليمني للأسف الشديد يعني تشعر أنك فقط أنه يعني تم طرحه فقط من أجل تهدئة الرأي العام اليمني خاصة. يعني كلمة الوزير الخارجية كانت يعني عاطفية وفيها من الرومانسية والخيال الواسع جدا، لم يكن فيها القوة في الوضوح، وضوح الفكرة، يعني ما هي الجرائم اللي حصلت بالدلائل بالأرقام،
كيف حصلت؟ كيف تطور الوضع إلى هذا المستوى؟ من الذي تسبب بتطور هذا الوضع؟ من هي الميليشيات التي تم دعمها من الإمارات بكل وضوح؟ ما هو دور الإمارات في اليمن منذ بدء التحالف؟ كيف بدأ يعني بالسيطرة على عدن والسيطرة على سقطرى وتكوين ميليشيات وحزام أمني وميليشيات أخرى في الجنوب، وكذلك قصف الجيش أكثر من مرة يعني والسكوت عن ذلك القصف عدة مرات؟ فكان يعني كل هذه النقاط لم يتم ذكرها للتدليل على الكلام الذي ذكر في الأخير أن الإمارات قصفت الجيش اليمني. العالم يعلم أنها قصفت الجيش اليمني حسب رواية الحكومة اليمنية، لكن من المؤكد أنه سيكون رد الإمارات أنها قصفت قوات إرهابية. يعني لم يكن في حسبان الوزير هذا أن الرد سيكون بهذا الشكل. يعني كان لابد أن يهيئ في خطابه أصلاً يعني من الأساس مثل هذا الكلام حتى لا يتم الرد عليه أنه تم قصف الجيش الوطني وتم قصف قوات إرهابية وليس جيش وطني. فبالتالي هو يعني بقدر ما أراد أن يزيل أو يوضح جريمة الإمارات، بالعكس يعني هو أعطاها فرصة لاتهام الجيش الوطني بأنها قوات إرهابية أو قوات تدعم الإرهاب في اليمن، لذلك هي قصفتها ولذلك هي ستقصفه مرة أخرى. فيعني أمام العالم الآن الإمارات، نعم، إذا التهديد هذا الواضح أستاذة سمية والحكومة اليمنية تأوي الإرهاب، نعم، يعني كان هناك تهديدا واضحا بإعادة هذا القصف كما وصفت مندوبة الإمارات إذا لزم الأمر حد قولها. يعني وجدنا بعد ذلك صمت من الشرعية، وكأن الأمر يعني لا أدري كيف يمكن وصفه بالنسبة للشرعية، أن يهدد جيشك بالقصف علنا مرة أخرى وبهذا الشكل أمام المجتمع الدولي وأنت تلتزم الصمت، ما تعليقك؟ التزام الصمت للأسف هو طويل جدا يعني، وهذه نتائج الصمت الطويل لمدة 4 سنوات من الخذلان ومن الخيانة ومن الاحتلال ويعني وسحب السيادة من الشرعية ومن الدولة في اليمن. الصمت اللي حصل أنا أعتقد أن له أسباب سياسية كبيرة جداً وضغط، أنا متأكدة أن هناك ضغط دولي كبير على الحكومة الشرعية، لكن هذا دليل أن غياب الرؤية وغياب الفكرة وفكرة السيادة أنها تسرق منهم، وأنهم يعني سيعودوا ليلجأوا مرة أخرى ويبحثوا عن من يساندهم، وهذه كانت يعني أعتقد أنها كانت من آخر الفرص للحكومة اليمنية أمام العالم لتفضح الدور الإماراتي. الصمت يعني إذا كانت الكلمة بهذا الضعف وبهذه العاطفة الجياشة الذي رأيناها للأسف الشديد، وكأننا يعني نشحت ونتوسل للرحمة ولأن يعني يبحثوا لنا عن من يرحم هذا الشعب أو هذه البلاد، لم يكن فيها الكلام الواضح، فما بالك فيما بعد الكلمة والصمت بعد الكلمة. هناك ضعف شديد في العمل الدبلوماسي وهذا ما تحدثنا به مئات المرات، فبالتالي لم أتفاجأ بهذه الكلمة يعني بالإطلاق. يعني كان يعني على لابد أنه كان يجب ذكر الإمارات أنها من المعرقلين الأساسيين للعملية السياسية أو لعملية السلام في اليمن، أنها حسب التقارير الدولية هي تعتبر أصلاً من المعرقلين للعملية السياسية في اليمن. فعدم الاستدلال بهذا الأشياء وعدم الاستدلال بأي تقارير دولية أصلاً جعل موقف اليمنيين ضعيفاً جداً. نحن نعلم أن المصالح
الدولية تحكمها القوة والمال والمصالح، فبالتالي كان لابد أيضا في العمل الدبلوماسي اليمني أن يكون هذا في الحسبان، كيف أنه يمكن خلق مصالح جديدة للعالم في اليمن، كيف يمكن التعامل مع طرح الإمارات الذي أنا أيضا أعتبره ضعيف جدا، لو كان هناك طرح جاد وقوي من ناحية الحكومة الشرعية. نعم، إذا اسمحي لنا أستاذة سمية أن أعود لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي. إذا أستاذ ياسين، برأيك بالنسبة لما حدث في عدن، هل أصبحت قضية عدن والانتقالي قضية منسية بالنسبة للشرعية؟ هل تم طي صفحة العاصمة المؤقتة لليمنيين؟ ليست منسية، السلطة الشرعية اليوم تواجه حصار سياسي، وهي أمام خيار، إما الذهاب إلى حوار جدة الذي يثبت حق سياسي أخذه الانفصالي بقوة إماراتية مباشرة، أو أنهم يقبلوا بالوضع على الأرض، يعني انتقالي يفرض قوة أمر واقع في عدن وفي ثلاث محافظات أخرى، ومن ثم يمكن للتحالف أن يتدبر الأمر. والرئيس قد أشار إلى هذا، يعني هناك تحشيد إماراتي، هناك استمرار في وصول الإمدادات العسكرية للمجلس الانتقالي، وهذا يعني أن الجميع بانتظار جولة مواجهة عسكرية قد تكون حاسمة لصالح الإمارات وعملائها. وفي هذه الحالة السعودية كما هي الإمارات يحاولون أن يسوقوا صورة ذهنية عن الأوضاع في اليمن على أنها مواجهة بين أطراف يمنية، وهذه الأطراف اليمنية كل طرف له يعني قضية ما أو له موقف ما، وهناك أساس موضوعي للصراع، لكن العالم ينبغي أن يعرف أن أحد هذه الأطراف لم يكن شيئا لولا دعم الإمارات. هذا أحد هذه الأطراف بات أقوى من السلطة الشرعية بفعل الأسلحة التي تدفق إليه من الإمارات وتحت غطاء سعودي واضح. السلطة الشرعية لم تنسى، وهناك تحرك في حقيقة الأمر مشكور من قبل بعض رموز الشرعية من خلال توسيع نطاق التحرك على المستوى الإقليمي. رأينا كيف أن هناك وزراء، يعني وزيرين ونائب رئيس مجلس النواب، ذهبوا إلى سلطنة عمان في إطار تحرك يبدو أنه يريد أن يقدم رسائل واضحة بأنه الساحة اليمنية لا ينبغي أن تبقى حكرا بيد السعودية والإمارات تفعل فيها ما تريد. الأوضاع في اليمن لا تهم السعودية والإمارات فقط، هناك أطراف أخرى في الإقليم وفي العالم أيضا يهمهم أن يحسم الصراع في اليمن بما يتفق مع الأجندة الدولية وبما يتفق مع ما هو معلن على الأقل من خلال أجندة التحالف العسكري التي باتت مقبولة حتى لدى المجتمع الدولي، لأن هذا التحالف ذهب لحفظ الأمن ولمساعدة السلطة الشرعية، وأنه بدون السلطة الشرعية لا مشروعية له. يعني الأمور معقدة للغاية، لكن مسألة أن الانتقال بات قضية منسية، لا، هناك تجليات سيئة جدا لسيطرة الانتقال في هذه المحافظات، هناك تدني في الأوضاع المعيشية، هناك قصور في الحدود الدنيا من الخدمات التي كانت السلطة الشرعية توفرها. المجتمع الدولي ليس مستعدا اليوم للتعامل مع الانفصاليين الانقلابيين كطرف أمر واقع وتحييد الشرعية، خصوصا حتى المملكة العربية السعودية نفسها في النهاية لا تستطيع أن تتقاسم الوديعة التي قدمتها السلطة الشرعية مع الانتقالي، هذا من الناحية القانونية غير مقبول. وبالتالي هناك صيغة هجين تحاول السعودية فرضها عبر اتفاق جدة أو حتى من خارج اتفاق جدة، على أن تعود، يعني أن يعود موظف السلطة الشرعية لإدارة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، كما لو كانوا سكرتارية مع المجلس الانتقالي. لكن المجلس الانتقالي ومعه الإمارات أعتقد أنهم يحاولوا البناء على الإنجاز الميداني الذي تحقق، وهذا خطير جدا. الحكومة لم تتوقف، وهناك تصعيد باتجاه الإمارات، وهو تصعيد مسموح به من جانب السعودية، وهو تصعيد باتجاه واحد، وهذا خطير جدا أيضا. لأنه عندما تستمر السلطة الشرعية في كيل المديح للمملكة العربية السعودية، هذا يقوي موقف المملكة العربية السعودية التي تتدخل في نهاية المطاف لتقول لا، انظروا كم هو يعني التقييم الإيجابي من السلطة الشرعية تجاه المملكة العربية السعودية. أنا أقول لكم إنه الإمارات على حق، هذه هي المشكلة الآن.
إذن سمية، برأيك يعني أو كيف تتابعي المواقف الدولية من استهداف الإمارات للجيش الوطني ودعمها لميليشيات خارج القانون؟ المواقف الدولية للأسف يعني لا تختلف كثيراً عن ما يحدث في صنعاء، ومحاولة السعودية لفرض هذا الأمر كأمر واقع في اليمن أنه يجب التعامل معه أو الإمارات يجب التعامل مع ما تفرضه الآن، أيضا يعني هناك صمت يعني ونوع من عدم الاكتراث الجاد لما يحصل. نرى الآن مثلا تحركات المبعوث ومحاولة لخلق جو أن هناك يعني حوار سياسي أو حل سياسي في الأفق، مبادرات اللي بتحصل من طرف الحوثيين من إطلاق سراح لبعض المعتقلين والأسرى لديهم، هذه التحركات يعني أنا أعتقد أيضا أنها نوع من خلق فرصة لحل جانب يعني أمام العالم وأمام المجتمع الدولي بين السعودية والحوثيين مباشرة، ولو لاحظنا أنها ليست حل بين الشرعية والحوثيين. نفس المشكلة الآن يعني ستحصل في الجنوب، رغم أن هناك اختلاف مثل ما ذكر الأستاذ ياسين أنه لا أحد مستعد أن يعترف بهذا المجلس حتى كسلطة أمر واقع، لأنه لا يمكن ذلك أن يحصل لعدة أسباب، لأسباب قانونية يعني طويلة جدا يجب إجراءها. لكن يظل الصمت الدولي شيء يعني يعاكس كل القوانين الإنسانية. يعني الآن نحن نتحدث في اليمن عن قرار 22/16، يعني اولا بدا التعدي على الحوار الوطني، والان القرار 22/16، وبعد ذلك ستاتي قرارات اخرى وايضا يتم التعدي عليها. فبالتالي التحركات الامميه حول هذه القرارات وليس مع هذه القرارات هي اشكاليه كبيره جدا، وهي من الاسباب الاساسيه لعدم وجود عمل يعني حل سياسي وخلق فرصة للحل في اليمن. هناك يعني تخوف من كل الأطراف في اليمن والجميع يعلم ذلك، لكن شكراً في نهاية جزيلاً. المطاف لابد من الرجوع لهذه القرارات ولابد من رجوع للأسس الصحيحة في العملية السياسية في اليمن. نعم، شكرا جزيلا لك سمية ثور، مسؤول الملف السياسي بشبكة نساء من أجل اليمن، كنت معنا عبر سكايب من برلين. عودة إليك أستاذ ياسين، أخيرا برأيك هل تعطلت إرادة الشرعية عن إحداث فعل يليق بتضحيات اليمنيين؟ للأسف الشديد الشرعية تتحمل مسؤولية كبيرة عن هذا الإحباط الذي يستحكم على مشاعر الناس، وهذا التيه الذي يواجهه اليمنيون في هذه المرحلة. يعني الخيال الشرعية ضعيف جدا، الشرعية للأسف هي خليط مركب من إرادات متناقضة وأجندات مختلفة وارتباطات أيضا متصادمة. السلطة الشرعية لا تتصرف كوحدة متفقة على الأسس والثوابت، هناك مناصب مهمة في السلطة الشرعية فرضت أو تم إشغالها بشخصيات تعمل لحساب التحالف، هناك يعني منهج تقسيم المناصب على أساس مناطقي في إطار مخطط إنصاف الجنوب، هذا ساهم بشكل كبير جدا في تعطيل هذه السلطة الشرعية وفي هذا الفشل الكبير الذي نعاني منه، وفي رفع كلفة المواجهة التي تشهدها الساحة اليمنية أمام أعداء كثر. اليوم لم يعود الحوثيين فقط، وإنما الإنقلابيين الجنوبيين والإمارات والتحالف إلى آخره إلى آخره. دعيني أذكر بنقطة مهمة بالنسبة للتحالف الذي يعتقد أنه أقوى من السلطة الشرعية وأقوى من إرادة اليمنيين وأنه سيتصرف وفق مصالحه في اليمن. أريد أن أقول بأنه عندما يسمح للحوثيين بعقد مؤتمرات صحفية وإظهار أنهم
القوات المسلحة اليمنية وأنهم وزارة الدفاع وأنهم يحققون إنجازات، هذا التحالف عندما يتعرض لنكسات عسكرية سواء أخذت أبعاد بربوجاندا التي نراها في صعدة والتي تتم في إطار ما يسمى محور نجران، أو الهجمات الخطيرة جدا التي تعرضت لها منشآت الحيوية للمملكة العربية السعودية، هذه الأمور أعتقد أنها تجرد المملكة العربية السعودية على وجه التحديد من مصداقيتها وتظهرها ضعيفة وهشة وأنها تغامر في إيذاء اليمن. إذن شكرا جزيلا لك ياسين التميمي المحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.